السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. كيف حالكم يا جماعه الخير؟ ايش اخباركم؟ طيبين ان شاء الله. يا جماعه الخير، اليوم راح نتكلم عن خمس نقول مجموعات او خمس شخصيات من اخطر الشخصيات في مجال الهاكر. اولهم الانيموس واخرهم الهاكر اللي قدر يهكر اجهزه السوني ويطلع العاب ببلاش واشياء مره كثيره. وقبل ما نبدا في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. جرس مهم يا جماعه الخير، كود لا يتم شوف يعني مره واحده. ونبدا القصه. اول ناس راح نتكلم عنهم اللي هم الانيموس. ممكن كثير سمع بكلمه انيموس، والكلمه هذه ماخوذه معناها من شخص مجهول، او مثلا في اللعبه نحط طور او نظام الانيموس راح اصير شخص مجهول واسمي غير معروف. من هنا بدا اسم الانيموس. طبعا في ناس كثير تقول ايش معنى انيموس، ايش معنى انهم سموها موس في النهايه. طبعا هذه ماخوذه من ميم انترنت، اللي هي ميمز الانترنت، لانهم كانوا يسوون اشياء مضحكة بشكل مرة كبيرة، كانوا يستهبلون، كانوا يهددون، ماخذين الوضع هذا انه تسلية، فعشان كذا كانوا يطلقون عليها ميم الانترنت. من هنا بدأ الانيموس. طبعا الانيموس ناس غير معروفة، يعني ممكن تحصل جاركم، شخص قريب لمك، ممكن تعرف ان في شخص هاكر منضم للانيموس. طبعا الانيموس هي مجموعة ضارة، طبعا مجموعة ما حد يعرف من وين، كل شخص في منطقة جغرافية مختلفة، ما حد يدري هذا وين هذا وين. تكون اتفاقاتهم وتواصلهم عن طريق الانترنت، شبكة آمنة هم مخترعينها، ما حد يقدر يخترقها، يتواصلون فيها ويحلون فيها بعض المشاكل ويتبادلون فيها عمليات الاختراق. وبرضو معروفين بالأقنعة والشعار هذا. طبعا أقنعتهم كانت مصممة لفيلم في 2005، يسمون الأقنعة هذه اسمها جي فوكس. وفي بعض الدول تشوفك لابس القناع هذا على طول تمسكك وترميك في السجن وتحقق معاك انت ايش عندك لابس القناع هذا، لانه كان مسبب لهم مشاكل مره كبيره. من هنا خلصنا وعطينا مفهوم بسيط على الانيموس. ما اقدر اتكلم في اكثر الاشياء لانه ممكن تسبب لي مشاكل مع اليوتيوب. والشخصيه الثانيه اللي صنفت من ثاني الشخصيات الخطره الموجوده حول العالم، ممكن اكثركم يعرفه، اللي هو كيفن ديفيد ميتنيك. كيفن ديفن ميتنيك بالإنجليزية كيفن ميتنيك، مستشار أمن الحاسوب الأمريكي، ولد في عام 1963 6 سبتمبر، وهو أحد أشهر المخترقين للأنظمة في العالم. تم اعتقاله لأول مرة في عام 1995 15 فبراير. تم تجريمه بالتلاعب الإلكتروني واختراق أنظمة الحاسوب للشركات هذه، فيجستو وموتريلا ونوكيا وصن مايكرو سيستمز. انسجن ميتنيك 5 سنوات، 4 سنوات كانت سجن عادي وثمان أشهر كانت سجن انفرادي. بعد أطلق صراحة في عام 2003 21 يناير. بعد ما أطلقوا الصراحة ما خلوه يمسك أي شيء فيه تكنولوجيا موجود في بيته، يعني منعوه من كل شيء إلا الخط الأرضي سامحين له أنه يستخدمه، اللي هو هاتف التليفون. بعد ما أطلقوا الصراحة يرى المحققين أن كيفن ميتنيك باتصال واحد ممكن يسبب لهم مشكلة كبيرة. كيفن ميتنيك يلقب بالكوندور، اللي هو النصر الأمريكي. ممكن أكثركم اللي تابعني زمان، ممكن قبل 3 شهور، اللي هو كيفن ديفيد ميتنيك، قد تكلمنا عنه قبل. والشخصية الثالثة اللي كثير كان يطلبني أتكلم فيها وتكلمت فيها عن طريق سناب شات، واللي هو حمزة بن دلاج الهكر الجزائري. حمزة بن دلاج ضمن أخطر الهكرز الموجودين حول العالم. قام حمزة بن دلاج على اختراق 217 مصرف، والمصارف هذه مصارف مختلفة حول العالم، مصرف هنا، مصرف في الدولة هذه، مصرف في الجزيرة هذه. اخترق 217 مصرف وحصل على 4 مليارات دولار، ويقال انه هاجم 8000 موقع فرنسي. ما سبب ضرر لهم، لا، سبب في اقفال 8000 موقع وليس ايقافه. وحمزه بن دلاج الفلوس هذه اللي تجيه كان في خير حرفيا، كان ياخذ الفلوس هذه ويرسلها للدول الفقيره. في عام 2013 قامت السلطات التايلانديه بالتعاون مع الاف بي اي بالقبض على حمزه بن دلاج وتسليمه للولايات المتحده. طبعا اللي يبغى يعرف شوي عن حياة حمزة بن دلاج، حمزة بن دلاج ولد عام 1988 في الجزائر، وتخرج من جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا في الجزائر، وصار مهندس في 2008 للإعلام الآلي. بعد بن دلاج قعد 3 سنوات يدرس اللي هو الحاسب الآلي. من هنا انطلق حمزة بن دلاج وصار من أخطر الهاكرز. بعطيكم شيء بسيط عن قصة اعتقال حمزة بن دلاج. في 2013 اعتقلت السلطات التايلاندية بالتعاون مع جهاز الانتربول الدولي،
في العاصمة بانكوك بتهمة التورط في جرائم الانترنت. طبعا حمزة بن دلاج كان مر من عندك المطار او مطار بانكوك بيطلع بيروح لمكان ثاني، طبعا كان رايح سياحة ما راح لأي شيء ثاني، رايح يغير جو واموره مرة حلوة. المهم وقف الحارس او وقف اللي يفتش الامتعة والاشياء ذي، قال اسمك، خذ اسمه، دخل اسمه، بطاقتك، عطاه البطاقة، لاحظ ان اسمه معمم دوليا انه من اكثر 10 شخصيات مطلوبة. خذوه ودوه ولاية جورجيا في امريكا وحققوا معاه، حاولوا انهم يثبتون عليه الكلام هذا. قال لهم حمزة انا انفي الكلام هذا اللي قاعدين تقولونه عني، انا مالي دخل الامور هذه، انا ما سويتها. ممكن هذه اكثر الامور اللي صارت مع حمزة بن دلاج. والان نروح مع الشخصية الرابعة، والشخصية اللي معنا يا جماعة الخير اللي هو الشخصية اللي كان يشتغل على نظام الجيل بريك واللي قدر برضو انه يهكر سوني. اسمه صعب حرفيا، جورج فرانسيس هونز اتوقع عن كذا اسمه. الشخصية هذه هو الشخصية اللي بدأ بنظام الجيل بريك، او انه صار يشتغل على نظام الجيل بريك. اللي ما يعرف وش نظام الجيل بريك، اللي هو نظام نحمله داخل الايفون عشان نقدر نحمل برامج مجانية. يعني برنامج هذا مثلا قيمته $10، نحمل جيل بريك اوكي برنامج هذا يصير مجانا. كان مسبب البرنامج هذا خسائر كبيرة لشركة ابل. شركة ابل كانت تقول انا ليه احط برامج بفلوس دام فيه الجيل بريك. المهم جورج ولد في 2 اكتوبر عام 1989. طبعا كان بداياته كان يخترق اجهزة الايفون الجيل الاول، اتوقع انه ممكن ايفون 3، كان يخترق الاجهزة هذيك ويحط عليها نظام الجيل بريك. برضو زيادة على كذا، مثل ما انتم عارفين ان ايفون يشتغل على نظام ابل، كان ياخذ الجهاز يكسر برنامج الجهاز هذا ويخلي الايفون هذا اندرويد، اللي هو نظام تشغيل جالكسي. طبعا راح الان نبدأ بسلاسل اختراقاته لأجهزة أبل. في عام 2008 الشيخ هذا طلع برنامج يكسر الحماية البرنامج الآيفون في تحديثات بسيطة، يعني في تحديثات كذا قدر يكسر فيها الحماية. في يونيو في 2009 الرجال هذا أعلن وقال عندي برنامج يخترق جهاز آيفون 3G. في 2009 أصدر نظام جديد، أصدر نظام جديد قال إن هذا النظام ينفع للآيفون وينفع للآيباد وجميع التحديثات. وفي نفس العام أتوقع 2009 كان سنة ازدهاره، في نفس العام طلع تحديث، يعني الرجال واصل مرحلة مرة صعبة. وفي نهاية 2009 قال لهم اسمعوا يا جماعة الخير، عندي التحديث الثالث للجيل بريك راح ينزل قريب انتظرونا. وفي 2010 فتح موقع، قال هذا الموقع الأخبار الجيل بريك، اللي يبغى يسألني أو شيء أنا موجود في هذا الموقع. المهم مرت الأيام، طفش الرجال، قال خلاص جيل بريك آيفون وقف، الآن نروح على سوني 3. قام الرجال هذا وبدأ بنظام السوني 3، قال أوكي سوني 3 ليه ما نبدأ نخترق أجهزة سوني 3. قام حرفيا وحط جيل بريك. الناس تخيلهم، في ناس قبله لهم 3 سنوات قاعدين يشتغلون في ذا المجال، الرجال هذا جاء خلال أيام قدر يطلع جيل بريك للسوني هذا يحمل ألعاب مجانا. المهم انهم سووا معاه مقابلات كثيرة، قالوا له جورج انت وش عندك تبي تخترق الأجهزة بلاي ستيشن؟ المهم عليكم انت غير التيشيرت. الموضوع هذا وش صار مع الرجال هذا، جاء يوم من الأيام شركة سوني تفشوا منه، ما حصلوا له أي حل حرفيا. قاموا قال خلاص تعال حنا بنتفق معاك كم تبي، خلاص اوكي قفل الموضوع تكفى لا تجي لشركة سوني. وآخر شيء الله يسلمكم، شخص صنع فلاشة، طبعا هذه ما اقدر اذكرها نهائيا هنا، تكلمت فيها في سناب شات، تقدر تروح سناب حقي تحصل فيه اللي هو الموضوع هذا. شخص صنع فلاشة، الفلاشة هذه تتحكم باشياء مرة اوفر. فبس الى هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم، اتمنى اذا عجبتكم هذه القصة اكتب لي تحت في الكومنتات، وبرضو اذا كنت متابع جاي بعد اسبوع اسبوعين ارجع وشوفوا المقاطع الاساسية اللي حنا ننزلها. واشوفكم في امان الله، كان معكم اسامة، السلام عليكم يا جماعة الخير.